طالما قيل إن الفنان الذي يتعامل بوسائل أخرى غير الكلمات هو أكثر حرية لأنه يتعامل مع المادة الأولى للحياة مع الألوان، ولذلك فهو لديه من الحرية ما يخوله الحق في أن يعيد تشكيل العالم كما يريد دون مثال سابق ودون قيود يفرضها الآخرون. إن الرسم خطاب للآخر بمقدار ما هو خطاب للنفس، فهو متعة تجعلنا نرى الحياة في ولادتها الأولى. مرحباً بكم في مرايا الثقافة. في عدد هذا الأسبوع سنبحر في عوالم الفنون التشكيلية، وسنحط الرحال بمدينة أصيلة التي تحتضن الدور 44 لموسم أصيلة الثقافية الدولي. الموسم ينظم على دورتين، والدورة الصيفية اهتمت بالفنون التشكيلية. وللحديث عن هذه الدورة معنا الأستاذ توفيق الوزاري، نائب الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة المنظمة للموسم. أستاذ الوزاري، أهلا وسهلا بك وشكرا لك على تلبية دعوتنا. شكرا جزيلا لكم على هذه الفرصة للقاء بالجمهور المغربي وجمهور مئة عامة، وذلك لتسليط الضوء على فعاليات الدورة الصيفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 44. أولا أستاذ الوزاري، كما هو معروف مدينة أصيلة تتميز بجدارياتها البهجية واللوحات الفنية التي تضفي بهاء على هذه المدينة الساحلية. هذه السنة اخترتم تسليط الضوء على الفنانين الشباب من أبناء المدينة ليشاركوهم أيضا إلى جانب الفنانين الآخرين في صباغة ورسم الجداريات. فمن خلال ما توصلتم به من طلبات للمشاركة في هذا الموسم، سواء الورشات أو رسم الجداريات، ما مدى إقبال شباب أصيلة على الفنون التشكيلية؟ وهل هناك اهتمام خاص أو اهتمام واسع بهذه الفنون على مستوى المنطقة؟ بالفعل مدينة أصيلة وخصوصا موسم أصيلة الثقافي الدولي منذ تأسيسه سنة 78، وأول دورة كانت في ربيع وصيف 1978، كانت بداية من عند الشباب. يعني كان السيد محمد بن عيسى وسيد محمد بن ليحي لازالوا شبابا، وكانوا لهم رؤية شبابية، رؤية تنويرية حداثية لخلق فسحة ومجال لإحياء لجعل الفن والثقافة رافعة للتنمية ولتحسين ظروف عيش المدينة وسكانها. فانطلاقا من هذه الرؤية التي تبلورت خلال هذه الأربعة عقود، كيف تم إدماج الشباب خلال كل مراحل المواسم السابقة، وكان حدث إحداث مرسم خاص بالطفل بين بدايات الأولى لموسم أصيلة ثقافي هو تلك الشعلة التي يعني تطورت وأفرزت لنا مجموعة من الفنانين المحليين الذين أصبح لهم صيت وطني عربي ودولي. وهؤلاء الشباب الذين أصبحوا الآن مشهورين هم كذلك أصبحوا رافعة يدعمون الموسم. إذن من خلال الطلبات التي توصلوا بها من طرف شباب المدينة، وخصوصا الذين يمرون من مراحل من مرسم الطفل إلى معرض الشباب إلى الجداريات، فهي سيرورة زمنية تربط جيلا بجيل آخر. فالاهتمام بالطفل والشاب بمدينة أصيلة أصبح يعني عملة عادية، يعني أصبح التعامل به بشكل دائم ومهم. ومن خلال البرنامج، إذا طلعتم على برنامج الموسم ستجدون أن هناك ثلاث معارض. معرض خاص برواق مركز حسن ثاني ملتقية الدولية هو للفنانة نارس الشجوباري ومحمد عنزاوي، وهم وكلاهما من مدينة أصيلة. وبجوارهما هناك معرض لمواهب الموسم، أي الأطفال الذين يرسمون في مرسم الطفل يشتغلون طيلة السنة ويشتغلون كذلك طيلة فترات الموسم. فندمج معرضا أو معرضين لفنانين مرموقين مع معرض للأطفال. هناك رواق آخر بديوان قصر الثقافة، وهذا الرواق هو مخصص سنويا للفنانين الشباب من أصيلة، يضم عادة بين 4 إلى 6 فنانين يعرضون أعمالهم، وتبقى هذه الأعمال معروضة لمدة يكتشف فيها الجمهور المحلي والزوار المدينة أعمال هؤلاء الشباب. ومنهم من هؤلاء الشباب يتم اختيار بعضهم
للمشاركة أو إنجاز جداريات في السنة الموالية، وكذلك المساهمة أو الاشتغال داخل مشاغل الفن. طيب أستاذ لوزاري، ما تقييمكم للمواهب الشابة المشاركة في هذا الموسم، وما مدى أهمية هذه التظاهرات الثقافية في تشجيع هذه المواهب وصقلها؟ تقييمنا وإيجابي إيجابي، لأنه لو عدنا إلى الوراء قليلا وخصوصا من منذ جائحة كوفيد إلى الآن، نجد أن مجموعة من الشباب الذين ساهموا في معارض موسم أصيلة الثقافي الدولي أصبحوا يشاركون في معارض مشتركة خارج المدينة، وأصبحت أعمالهم تعرف، وبالإضافة إلى مشاركتهم في إنجاز جداريات. السنة الفارطة كانت هناك سوسن المليحي ومحمد أمين أقصبي كشباب، الآن هذه السنة لدينا ثلاث شباب، صارح للوم، سليم العدراوي وإبراهيم جباري، يشاركون في جدارياتهم. فهناك إقبال وهناك تشجيع. إذن هؤلاء الشباب بمرورهم من هذه المراحل يتم تسليط الضوء عليهم، ويتم اكتشافهم من طرف يعني فنانين آخرين الذين يستدعونهم إلى معارض جماعية وإلى قاعات العرض مهمة في المغرب. طيب أستاذ لوزاري، أود أن أسألكم كذلك عن مدى أهمية هذا الموسم، موسم أصيلة الثقافي، في جلب السياح سواء المغاربة أو الأجانب لمدينة أصيلة، لأنه نعرف أن مدينة أصيلة متميزة بلوحاتها ومتميزة بجدارياتها، وتلك الجداريات تخلق صيتا لهذه المدينة سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي. لا أخشيك سيرا ونحن على الهواء سيدتي، هو أن المشارك المغربي أو العربي عموما لا يلج إلى قاعات العروض الفنية، يعني أروقة المعارض، إلا نادرا أو نخبة متميزة هي التي تزور هذه القاعات. فأصيل استثناء، لأن هناك معرض مفتوح، هناك معرض مفتوح طيلة سنة يزوره جميع يعني المواطنين وزوار المدينة، ويكتشفون أعمالا فنية متنوعة ومتميزة وتتغير كل سنة. هذا يعني هذه الفكرة أو هذه الرؤية التي اعتمدتها مدينة أصيلة ساهمت بشكل كبير في جلب السياح إلى مدينة أصيلة لاكتشاف هذه الأعمال، وذلك يؤثر بشكل إيجابي على الدينامية الاقتصادية والتنموية للمدينة، لأن منذ نشأة الموسم تغيرت أشياء كثيرة في مدينة أصيلة من تجهيزات وبنية تحتية وإنارة إلى آخره. فهذه الأعمال داخل مدينة صغيرة كما كان يقال عن أصيلة ساهمت في إشعاعها عربيا إفريقيا ودوليا. طيب أستاذ لوزاري، كسؤال أخير، يعني ما هي التحديات التي يجب رفعها للمضي قدما بالفنون التشكيلية في المغرب؟ لأنه نلاحظ أن هناك يعني شباب مهتمون بهذه الفنون التشكيلية، كيف يجب دعمهم لكي يعني يتقدموا فيما هم عليه؟ أهم شيء يجب فتح المجال أمامهم وتنظيم تظاهرات يعني لائقة بهم، تليق بأعمالهم، وتدمجهم مع فنانين كبار ليحتكوا كذلك، والإنصات إليهم، لأن المجتمع في ديناميته يتغير، وحتى الأنماط الفنية والأنماط التشكيلية تتطور. إذا يجب فتح المجال لأعمال أخرى ولإبداعات أخرى من بين مثلا الرقمنة إلى غير ذلك، مع الحفاظ هنا في أصيلة مثلا، مع الحفاظ على ما هو موروث ثقافي في أصيلة كالجداريات وكالمشاغل الفنية اليدوية المباشرة كالحفر والصباغة إلى آخره. فإذا الأدوار المنوطة فقط ليست فقط على المؤسسات العمومية، وكذلك على المجتمع المدني، أنه ينخرط في هذه الدينامية ويفتح المجال للشباب. أستاذ توفيق لوزاري، أذكر أنكم نائب الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة المنظمة لموسم أصيلة الثقافي الدولي، شكرا لك مرة أخرى على قبول دعوتنا. شكرا سيدتي، شكرا بارك الله فيك. وأنتم مستمعين، شكرا لكم على حسن المتابعة، ونضرب لكم موعدا جديدا الأسبوع المقبل في أمان الله.